اوكي تاكد ايه؟ تاكد التصوير ما تخلوش يبص لا هيدا 50 جنيه لازم تلبس هنا يكون هذا المبلغ قبل ما يكون هذا المبلغ اوعى تنسى ان انت جات معايا قبل كده جامع الحاكم بامر الله للكل جامع الحاكم بامر الله اللي اول شارع المعز كانت هي دي البدايه والبدايه مع مين؟ مع الخديوي اسماعيل وكمل بعد الخديوي اسماعيل الخديوي توفيق وبعد الخديوي توفيق جاء عباس سلم الثاني قال لك لا ما ينفعش نحط التحف الفنيه اللي بنلاقيها في الحفائر او اللي بنلاقيها في الاثار اللي بدات الترميمات ايام الخديوي اسماعيل وايام الخديوي توفيق انما الترميمات اللي بنتكلم عنها بصراحه الترميمات كانت صح ايام الخديوي عباس الثاني فقال لك الحاجات اللي بنلاقيها بدل ما نحطها في جامع الحاكم اللي احنا نبني مبنى اللي هو امام حضراتكم اللي بيرجع لاوائل القرن العشرين يعني بالتحديد في سنه 1904 وتم بناء هذا المتحف في هذا التاريخ ينقلوا الحاجات اللي كانت موجوده في متحف في جامع الحاكم وكمان يكون متحف يا جماعه للمعتنيات بعد كده كمان هيجيبوا الحاجات اللي يتم العثور عليها ده مش كده وبس خلي بالك لازم تتسالوا الحاجات دي منين؟ يبقى انا قلت من الحفاير نمره واحد نمره اثنين من البيوت او الاثار اللي يتم ترميمها نمره ثلاثه هدايا للناس كانت بتقتني او شراء وبيع عشان كده انا بقول هنا متحف الفني الاسلامي ما قلتش متحف الفن المصري الاسلامي انا بقول المتحف الفني الاسلامي اذا كل القطع يا شباب تعالوا بس عددهم قليل اللي انا كنت حاجة. فعشان كده بقول المتحف الفني الاسلامي ما بقولش المتحف الفني المصري الاسلامي معنى كده ايه ان هنا في قطع فنيه إسلامية من كل أقطار العالم الإسلامي دي المقدمة اللي حبيت اللي أنا أقولها لحضراتكم علشان تعرفوا مصدر الحاجات إيه لأن أنا هلاقي هنا حاجات من مصر الإسلامية هلاقي حاجات من الشام هلاقي حاجات من المغرب من الأندلس من كل قطر دخل الإسلام هابدوا هنا في متحف الفن الإسلامي في هذا المكان اللي هو في ميدان باب الخلف أنت لو معاك جسم هتيجي تمشي ازاي؟ الشرح بتاعي شرح السياحه انا اتفقت ان معاكم معايا زمان عشان الامتحانات انت معاك